هلا والله وغلا فيكم، والله يمسيكم بالخير ومساءكم سعادة وفرح وسرور وتفاؤل وإيجابية. ما فينا شخص إلا ويتعرض من جهة معينة لنوع من الاعتداء، نوع من التسلط، نوع أحيانا من القهر، أحيانا نوع من تصرف معين يسحب طاقتك، يسحب طاقتك، أو ما يسمون الأشخاص السامين، أو أشخاص أو مواقف أو وش أسوي طيب؟ أحيانا ما يعني ما أقدر أغير، مو بيدي. هل في طريقة؟ هل في وسيلة؟ خذ نظرية التاءات الأربعة، بتفتح عليك فتح جميل بإذن الله تعالى في تغيير حياتك وتجاوز هذه المواقف وهؤلاء الأشخاص اللي يسحبون طاقتك. خذ مني التاء الأولى، أن تواجه مباشرة، أظهر لهم الصوت وأخرج المخالب. البعض ترى إذا شافك ساكت يستضعفك، والله يستضعفك. هذه طريقة، كلمة أرد عليها بكلمة. وبعض الناس من أول ما يبدأ أقتل الوحش وهو صغير، هذه طريقة. طيب في طريقة ثانية، في طريقة ثانية، تجنب. بعض الناس نفسه طويل في الشر، نفسه طويل في الشر، ما يعني ما عنده شغل أساسا إلا أنه جالس يؤذي بس. موقف معين، مكان معين، أنا في أماكن معينة والله تزعجني صراحة، تزعجني وتضايقني، تجنبتها. مواضيع معينة تجنبتها. طيب إذا هذا، إذا تواجه ما فات تواجه، تجنب. طيب في أشخاص ممكن. الطريقة الثالثة، إني أعلمك أن تغير، أغير طريقتي معك. أقول لك بهدوء، يعني مي زي المواجهة، المواجهة فيها شوي من الشدة. لا، هذا أقول لك يا فلان ترى الوضع هذا ما يناسبني. تغيير، تغيير الطريقة. أنا أول أجي وأسكت وكذا، لا أكلمك أناقشك، يصير نفسي طويل مثلك. يعني فرق بين المواجهة، المواجهة فيها شيء من الحدة المقبولة. التغيير، لا أغير طريقتي معك، أغير طريقتي معك، يعني أكثر قوة ناعمة. غير من ردة فعلي، إذا تكلمت ما تأثر، أو إني أنشغل أو كذا، ولا ما ألقي بال للتصرف. حلوة طريقتها بالمناسبة. من التغيير هذه حلوة والله، أحيانا والله أغير فكري لهذا الشخص أو نظرتي لهذا الشخص، أقلب والله من شخص والله كذا أرحمه. من بعض الناس فعلا يرحم، يرحم بطريقته، بشدته، بعنفه، بتسلطه، والله يرحم لأنه خسائره كبيرة. فهذا ايش يخليني أتعامل مع الموقف بهدوء أكثر وبثبات أكثر وبحكمة أكثر. الأخيرة وهي تقبل، تقبل الموضوع، بحيث أنك تقول والله هذولي بشر، وهؤلاء عندهم من الأخطاء وعندهم من العيوب وعندهم وعندهم وعندهم، جام الشغلة البسيطة وهذا التصرف البسيط عندهم مزايا أخرى. إذا مع الوالدين، تقبل يا أخي والديك وممكن تصرفهم هذا، وصبرك وتحملك إيداعات ضخمة في بنك حسناتك. لكن شوف، التقبل ترى ما يكون مع الأشخاص كلهم. ما خلقت في هذه الحياة لتشقى، لكن لا، انا ما اخذها مع الوالدين، او تاخذها مع الوالدين، او اخذها مع الوالدين، وان شاء الله يجعل والدينا كذا. لكن بعض الاباء ترى عنده سكر وعنده ضغط وعنده كذا وعنده كذا، يتصرف احيانا تصرفات كذا. لا لا لا، تقبلها وبصدر رحب. وبالعكس ترى البعض، انا قال بعطيكم موقف بس وبتتعجبون منه. احدهم يوم من الايام، وهو رجل كبير في السن قد جاوز 60، كان في مجلس وكان والده موجود. هذا الرجل الكبير موجود، والده عمره 90. المهم صار حاجة معينة داخل المجلس وبحضرة ضيوف، لاحظوا ففي حاجة صارت غلط يعني في الضيافة يعني أو كذا. فاستدعى الأب الكبير ابنه الذي عمره 60 سنة، وكان هوشة هوشة قدام الناس. والله يا إخواني أخواتي، إنه بصقة في وجهه، أقسم لكم بالله إنه أخذ البصقة ومسحها في وجهه. قال: سم، أبشر، تقبلها، على أن هذه البصقة نعمة من رب العالمين، وعلى أن تحمله وبره بوالده سيجزى بها. والله أنه، ورأيت بعيني أنه جزي بها. إذا الأربع تاءات هذه لا تفوتكم.
الله يوفقكم ويسر أمركم، دائما كونوا إيجابيين، تحركوا لا تستسلمون، في حلول، والحلول وين؟ هنا. الله يوفقكم، بكرة موعدنا إن شاء الله مع دورة الشخصية القوية.